الإصلاح كذبة لن تتحقق إلا بمطاردة وحش الدين ووضعه في قفصه المناسب. الدين وحش كما أرى، استفحل شره وسيلتهم الجميع، فمتى نروضه ونضعه خلف الغضبان؟ أهلا وسهلا بكم أصدقائي، وهذه الحلقة الجديدة من أوهام الدين، فكونوا معي. هل أن الدين مسألة شخصية كما يقول العلمانيون، أم هي مسألة أمة كما يزعم الإسلاميون؟ ولماذا يدعي المدعون إلى إصلاح الإسلام مع أن الإسلام منذ ظهوره كان يتعرض للإصلاح والتجدد وبمشاركة كبار العلماء المسلمين؟ ولماذا أدعي شخصيا أن الإصلاح هو إهانة لشعوبنا وكذبة خبيثة وتفكير في الاتجاه الغلط في أحسن الأحوال؟ والسبب هو أن الدين ليس هو عصب الحياة، إنما الحياة عصب نفسها فقط، ولا يجوز لأي فكرة الهيمنة عليها. ثم من هم هؤلاء الذين يدعون أو يدعون إلى تجديد الدين وإصلاحه؟ ومن أجل من؟ هل من أجل الشعوب أم من أجل سلاطينها؟ ولنفترض ما هو أبعد، ماذا سنكسب بعد إصلاح هذا الدين لو حصل فعلا هذا الإصلاح؟ هل ستتوقف حروبنا وخلافاتنا؟ هل سنرفع الحجاب عن رؤوسنا وعيوننا ونتبع المناهج العلمية في العمل والبحث والتفكير كما فعلت الشعوب التي تقدمت وسبقتنا؟ هل سنتصالح مع الأديان والمذاهب الأخرى ونتسامح معها؟ هل سنخرج بعد كل هذا بفعل هذا الإصلاح والتجديد المزعوم مع بقية الأمم والشعوب الأخرى في سباق خارج الكرة الأرضية لغزو الفضاء مثلا؟ ثم ما هو الإصلاح الذي جرى تنفيذه فعلا لدينا بعد قرنين من رفع شعار الإصلاح الديني المزعوم؟ هل هذا هو إصلاح جذري لواقعنا؟ فرضنا الحجاب. وأخيرا، ما هي حقيقة النقاش حول تجديد الخطاب الديني وهو جزء من موضوع الإصلاح وكذبة الإصلاح وكذبة النهضة؟ وما هي أيضا الجيوش الدينية الثلاث التي تعمل تحت خدمة لصوص الدين ودجاليه الذين يخشى بطشهم ليس الطغاة والسلاطين فقط، بل الدول العظمى أيضا؟ السؤال الأخير الذي سأحاول الإجابة عليه هو: لماذا يجري التركيز في الفترة الأخيرة على نشر خرافة ما يسمى مقاصد الشريعة؟ فكونوا مع أصدقائي مع هذا الكم الكبير من الأسئلة، وسأحاول إجابتها باختصار، فأتمنى بالتأكيد متابعتكم إلها. معكم منصور الناصر، وحلقة من حلقات أوهام الدين. عندما طرأت فكرة تقديم فيديو عن موضوع إصلاح الدين، فكرت للوهلة الأولى بطريقة الأكاديميين والباحثين. بعد يومين من العمل المستمر، في اللحظة الأخيرة قبل أن أبث الفيديو، قلت أنا فعلا أفكر في الاتجاه الخطأ أو الغلط، وضعت كل هاي الملاحظات جانبا، وقلت: ما هي فائدة الدين أصلا حتى نتحدث عن إصلاح الدين؟ هذا أدى بي إلى أن أطرح سؤال تفصيلي أكثر، وهو: لأفترض أن هناك حاجة لإصلاح الدين، فما علاقة الناس والمجتمعات المعاصرة بالأمر؟ ولماذا نحن منشغلون بهذا السؤال والعملية التي نحاول إجراءها؟ هل الدين حاجة تربوية مثلا، تعليمية؟ هل هو حاجة اجتماعية؟ هل هو حاجة أسرية؟ هل هو حاجة نفسية مثلا، أو طبية أو علمية أو إدارية أو قانونية أو اقتصادية أو زراعية أو غذائية مثلا أو حتى روحية؟ هل هو يعني هل هو كل هاي الأشياء؟ إذا كان هو تربوية وتعليمية، موجودين المختصين لهذا الموضوع. إذا كان اجتماعية، موجودين مختصين بالعلوم الاجتماع، وهؤلاء لا ينافسهم أحد ولا يستطيع أحد منافستهم. هل هو حاجة نفسية؟ أيضا موجودين علماء الاجتماع. طبية، موجودين الأطباء.
فلسفية أيضا موجودين فلاسفة، علمية موجودين باحثين، هو لا يمكن أن ينافسهم رجل دين. إداريا لا يمكن، قانونيا لا يمكن أن ينافسهم رجال الدين، اقتصاديا كذلك، زراعيا، حتى روحيا. روحيا شنو علاقة رجل الدين بالقضايا الروحية؟ يعني هل رأيت رجل الدين يتأمل ويقف في مكان ويحاول أن يعني يقدم مساعدات للناس ويتبتل أو يترهب أو يعني يتخلى عن المال والبنون والمتع الحياة؟ لا. فإذا كل هاي الأشياء ما لها علاقة الدين بها. إذا ما الذي يقدمه الدين لكي يجري إصلاحه؟ هذا هو السؤال البديهي اللي احنا نسيناه. ماذا يقدم لنا الدين حتى نصر، حتى يعني نضطر إلى إصلاحه، أو احنا بحاجة إلى إصلاحه؟ قبلها، ما هو الدين أصلا اللي هذا اللي يريد إصلاحه؟ لماذا نتحدث عن الدين وكأن الحاجة له أمر لا يستحق النقاش ومحسوم؟ يعني الدين أمر لا تستقيم الحياة بدونه. بصراحة أكون قاسي قليلا أو كثيرا، وأرى بأنه لا توجد أي فائدة للدين في جميع المجالات، في جميع هذه المجالات اللي ذكرتها وأشياء لم أذكرها. فأتساءل، إذن من هؤلاء اللي يدعون إلى تجديد الدين وإصلاحه؟ هل هم أغبياء؟ هل هم لا يفهمون ولا يدركون جدوى الموضوع؟ أنا حتى ما أشكك بالآخرين كثيرا، حقا أفترض ما هو أبعد. ماذا سنكسب بعد إصلاح هذا الدين؟ لو افترضنا أن عمليات إصلاح جرى الاتفاق عليها وجرت فعلا، وتمكنا من تحقيق دين صالح وصحيح 100%، يعني هو ورجاله وقضاياه ودين آخر حلاوة ومثل ما تتمنى الناس كلها، يعني هل خطر في ذهنكم هذا السؤال؟ إذا ما خطر بذهنكم هذا السؤال، أدعوكم لأن يعني ترفعوا الحجاب الحاجز، الدين الحاجز المقدس، وقليلا وبعد ذلك أن تخصصون ساعة مثلا من وقتكم للتأمل في هذا السؤال والإجابة عليه. الآن هناك حديث كما قلت كثير عن تجديد وإصلاح الخطاب الديني. بهذه الحلقة كما قلت كنت أخطط لتقديم أقوال الذين دعوا لهذا الإصلاح وآرائهم، تراجعت عن هذا وشرحت السبب. الفكرة أنه هناك فكرة الإصلاح قائمة على أساس قضية يبدو لم نناقشها جيدا، وهي قبل يجب أن نناقشها قبل كل شيء، وأن قائمة على أسطورة شائعة عن وجود إسلام خالص وكامل وصحيح، وهاي أسطورة تتناقض حتى مع الواقع التاريخي الإسلامي، وممكن أن يعني تسقط مع أول اختبار. حتى اللي يدرسون مثلا الشريعة الإسلامية بالمراكز يعني بالجامعات والمعاهد الإسلامية والحكومية، هؤلاء جميعا على اختلاف اتجاهاتهم، هم ليسوا أكثر من أدوات لخدمة أهداف سياسية. فهؤلاء بالنتيجة أنهم يغيرون هذا الإسلام، ليس ثابت ولا خالص ولا كامل، وهذا عبر التاريخ هذه المسألة ثابتة كذبت. إذن إصلاح الإسلام تغفل حقيقة بديهية، وهي أن الإسلام منذ ظهوره وعبر مئات العلماء المسلمين اللي ظهروا كان يحاول التجدد أو التجديد مع روح العصر الذي يمر فيه. وحتى بات يقال مثلا، أو يقال دائما، بأن القرآن هو دائما يحث المؤمنين على أعمال العقل لكي تتوافق القيم الإسلامية مع ظروف الواقع، وهي كذبة طبعا، لأن العقل بالدين الإسلامي، مفهوم العقل هو مفهوم الوعي. العقل بالنسبة للخطاب القرآني ما يناقض الجنون، يعني إنسان يستطيع النظر، استخدام حواسه بطريقة صحيحة، والحكم على الأشياء بطريقة صحيحة، يعني يرى بيتا يقول هذا بيت، يرى شخص يزرع هذا يقول هذا يزرع. هذا مفهوم العقل بالإسلام، وهذا بحث راح نتناوله لاحقا، لكن بالنتيجة ليس العقل الذي له علاقة بالتفكير المستقل الحر، هذا موضوع مختلف تماما. ما هو أصل مقولة إصلاح الإسلام؟ هناك مقولة شهيرة هي أن إصلاح الإسلام تعني نهاية الإسلام، وهذه المقولة الشهيرة لن يختلف معها المتعصب إسلاميا، قالها اللورد كرومر سنة 1880، وهو كان قنصل بريطانيا العام في مصر. وهذه كما قلت مقولة يتفق، لن يختلف معه المتطرف الإسلامي، لأنه يعتقد بأن الدين كامل
ولا يحتاج إلى الإصلاح، وهذا التثقيف المستمر للناس على هذا الأساس، بحيث صارت عندما أي واحد يتحدث كأنه هاي أمر مسلم به ولا يقبل للنقاش ولا المراجعة حتى. طبعا هذا الموقف هو موقف نفسي ودفاعي، يعبر عن فهم جامد للإسلام وفهم لا وجود له على أرض الواقع ولا حتى عبر التاريخ. والسبب هو أن دين الإسلام كان وسيبقى دائما مرتبطا بسياقه التاريخي والثقافي. طبعا أكو لابد أن أشير أن يعني أجيب مثال لمفكر لاهوتي شهير، ويعني كثير من الباحثين والمثقفين يتحدثون عنه ومعجبون به، أنا أستغرب هذا الأمر. اسمه عبد الكريم شورس، هو يعد من أكثر الذين يرفعون طاب إصلاح. هو خطابه الأساسي يؤكد بأن المعرفة الدينية تتغير وفق السياقات والحقب. يقول شورس واصفا تغير المعرفة الدينية، يقول: أنا أقارن المعرفة الدينية بنهر، النبي هو منبع هذا النهر، وكل التقاليد الإسلامية عبر التاريخ هي بمثابة نهر يجري باتجاه الخلود، وإحنا لسنا أكثر من قطعة من هذا النهر، والجيل القادم يمثل قطعة أخرى منه، وبالتالي لا يتوجب علينا على الإطلاق أن نفهم الدين ليس كحوض ماء راكد، لأن الدين نهر متحرك، بمعنى أنه أكو نهر، إحنا موجودين في لحظة من لحظات هذا النهر، وأكو منبع اسم النبي، وهذا هو اللي يتقدم نحو المستقبل. إحنا موجودين ضمن هذا النهر، شئنا ما بينه، ولا وجود لأي فرصة للخروج من هذا النهر. سأقول له: حسنا، قبلنا بهذا القول، ولكن يا أنت يا هذا الفيلسوف أو الفيلسوف الذي صدعوا رأسنا به، لماذا لا تناقش معنا السؤال الأهم، وهو: من أين نبع هذا النهر؟ هل هو نهر موجود في الفضاء خرج هكذا وسط الزمان والتاريخ والوجود بأكمله وخارج عن هذا الزمان؟ من أين أتى؟ ما هو مصدر هذا النهر؟ أنه نهر على الأرض الواقع يفترض، على أي أرض صار هذا النهر؟ ماذا كان طعم الماء الذي شربنا منه من ماء هذا النهر؟ هل كان هذا الماء، هل كان طعمه سائغ طيب، أم كان طعمه مر بالكاد نتجرعه؟ هل كان عسل، يعني طعمه طعم العسل؟ هذه الأسئلة مهمة، لكن كما يبدو الرجل يتغافل عنها تماما ويحيدها جانبا، هذا الفيلسوف الذي صدعوا رأسنا به كما قلت، ويتجاهلها تماما ويضع افتراض بأن هنالك نهر، وهذا النهر موجود خارج الزمان والمكان، أو هو موجود بالمكان لكنه لا أحد عليه أن يتساءل من أين صدر هذا المكان وعلى أي أرض سيسير، لكن المهم هو يناقش المعرفة الدينية التي تجري داخل هذا النهر، هو يجدد هذا النهر، لكن المنبع واحد والمصب واحد. هذا شيء عجيب، أنا ما أعرف شنو هاي الفلسفة العظيمة اللي أكلوا رأسنا فيها. طبعا قبل أن نأخذ فاصل، أكو بعض الأصدقاء عندما طرحت الموضوع على صفحتي بالفيسبوك قال: هل قرأت شيء لهذا الرجل حتى تحكم عليه بهذا الحكم القاضي القاسي من خلال قول وحيد إله؟ يعني هذا الرجل قدم أشياء كثيرة، قدم شرح لمولانا جلال الدين الرومي، طبعا اللي أنا أحبه جدا جلال الدين الرومي، أعتبره نبي المستقبل أعتبره. هذا بصراحة الرجل حاولت أن أقرأه، لكن بصراحة كنت أعجز عن أكمل صفحتين من أي شيء كتبه، يعني لا هو ولا تلاميذ، يعني عنده تلاميذ كثيرين من عندهم اللي معجب به جدا الأخ القبنشي، وأيضا صديق أيضا عزيز هو الرفاعي، وهؤلاء من يعني مو من تلاميذة أو من الذين يدرون ضمن المدار مالته الخاص به وترجموا له كتب. بصراحة هذا الرجل كل ما يقوله هو لغو في لغو ومضيع للوقت ولا نفع فيه ولا دفع، وأغلب ما يقوله هو في منطقة الضرر، وسأشرح السبب بعد ذلك. أعدد بهذا هاي الظاهرة المجددين والمصلحين المزعومة، راح أعددها وأوضح الموضوع. أما قضية أنه هذا الكلام اللي أنا أقف ضد الدين، فأنا أحترم الدين تماما، ما عندي أي مشكلة، أنا ما أقول الدين وحش، لا، الدين حال أي شيء آخر، هو الدين سلطة، أي سلطة عندما تترك لها الساحة وتفتح لها الأبواب دائما والأسبقية على كل شيء آخر
تصبح غول، تصبح وحش مدمر، لأنه السلطة. يعني مشكلتنا احنا دكتاتورية الأديان أقسى بكثير من دكتاتورية السلاطين والحكام، فلا بد أن ننتبه لها، وراح أشير له لاحقا هذا الموضوع. الآن خلنا نأخذ فاصل. أختصر سخافة الحديث عن الإصلاح بالقول أن الدين أمر انتهى زمانه، مع احترامنا الكامل لكل المتدينين وكل الذين ما زالوا يعيشون في فضاء الدين. حجة الإصلاح تبرر نفسها، طبعا الإسلامية غالبا ما تبرر نفسها بوجود الإصلاح المسيحية وما تلا ذلك من أصول التنوير والليبرالية والديمقراطية الأوروبية الحديثة، اللي يعني تسمح للأوروبيين بالتطور والتقدم إلى مراحل هائلة تسبق الجميع. أما أن ننتظر ظهور لوثر مارتن لوثر المسلم فهذا خرافة ما بعد خرافة. كانت عملية ظهور مارتن لوثر في القرن الخامس عشر أو السادس عشر كانت عملية مدمرة، و يعني صحيح هو الرجل أجا قام بتقدير رفع 95 فتوى ضد الكنيسة الرومانية، كنيسة روما، لكن كانت النتائج مدمرة جدا على صعيد أوروبا بأكملها، وهو كان أيضا سبب تغير تاريخ البشرية بأكمله. هو كان محتجر رجل على انتهاكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، ولكنه في الوقت نفسه كان متطرف جدا من جانب آخر، وطالب بأن يعاقب الفلاحون، يعني الفلاحين الألمان المساكين الذين تغتصب حقوقهم كانت يوميا. هؤلاء ثاروا ضد أسيادهم الإقطاعيين ودعا إلى ضربهم بالرصاص وشبههم بالكلاب المسعورة. يعني هاي سنة 1543. قال أيضا هاجم اليهود، قال هم شعب الشيطان، وأيضا تحدث عن يعني وأيضا لنا أن نتخيل ماذا يقول عن المسلمين. فالأمر هذا الرجل اللي كان يعتبره مصلح، والذي هو الذي بعد ذلك أدى إلى سفك دماء الملايين، لأن تسعة نطاق انتشرت حروب الأهلية في فرنسا وإنجلترا، واللي سقط بها عشرات الملايين. تخيلوا الرقم رجاء، عشرات الملايين، تخيلوا 40% من الشعب ألمانيا، تعداد سكان ألمانيا، هذول كلهم قتلوا في حرب 30 عام. وهذا يعني تخيلوا مصير الإصلاح الديني المزعوم الذي ينادي به هؤلاء المصلحون المزعومون في بلداننا الإسلامية، و يعني تخيلوا ماذا سيسفر عنه هذا الإصلاح الذي يعني يروج له. أيضا الإسلام مو مثل المسيحية كما نعرف، يعني كل دين له تقاليده ونصوصه، خاصة أن لوثر كان يعني كان إذا انتبهنا لوثر كان متمرد ضد جهة محددة، يعني كنيسة روما الكاثوليكية وضد البابا يعني. والآن إذا واحد يطلع مصلحة كبير فضد من يقف؟ إحنا ما عندنا هذا الاتجاه الواحد، عندنا 40-50 اتجاه، معناته راح يصير كارثتنا لا أول لها ولا آخر ولا يمكن معالجتها على الإطلاق. يعني كما ترون هنا هاي الصورة، انه لوثر معلق اللائحة مالته على باب الكنيسة، واللي بها 95 فتوى ضد كنيسة روما الكاثوليكية وضد البابا. احنا هذا المشهد المصلح الجديد الذي سيظهر لنا على اي باب سيضعها، يعني عندنا ما شاء الله 60 حركة اسلامية وجهادية، وكلهم واحد يكره الثاني، ورغم حتى السلفيين الواحد جمعتهم 50 فرقة مختلفة ومتصارعة مع بعضها. هذا أمر مستحيل، وبالتالي هو مزيف ولا يمكن الاعتماد عليه. فيما يتعلق برفض الإصلاح أو رفض فكرة الإصلاح وتحويل الدين إلى مسألة شخصية خاصة بكل إنسان كما يقول العلمانيون، أنا أرى أن هذا العملية غير ناجحة، لأن الدين ليس مسألة شخصية ولا فردية، بالعكس أنها مسألة قطعية. الإنسان يشعر بانتماء للجماعة مالته، و
يعني من خلالهم هو يعبر عن نفسه وثقافته معهم، ويشعر بالوجود ضمن جماعة، أما وليس كائن منفرد عليه أن يقوم بكل شيء بنفسه ويفكر بكل شيء بنفسه ويقرر بنفسه كل شيء. هذا صح، هذا أمر مو صحيح ولا يمكن تحقيقه، لا يمكن، لا وجود لدين من هذا النوع. هاي مسألة لابد أن نفهمها. القضية التي لا يجب أن نعرف أن الدين هو العلاقة بالماضي، وهذا العلاقة بالماضي لا يمكن فصلها، والدين هو إفراز من إفرازات الماضي ولا يمكن ترحيلها أو يعني إرغام الجميع على تقبلها في واقعنا المعاصر. الدين بصريح العبارة هو مجرد حفرية أو يعني عضاء أو شيء ما زال متبقي بيننا، لكن زمنه انتهى، وكل ما في الأمر أنه هذا الحفرية ما تريد، ترفض أن ترجع أو تعيد نفسها إلى المتحف، هذا المتحف بالعكس هي تريد أن تحولنا جميعا إلى متحف، وعلينا جميعا أن نكون سكان هذا المتحف، رغم أننا كائنات معاصرة وأشخاص معاصرين وشعوب معاصرة، لكن هي نفسها تريد تقول بكل شيء وتقلب الأدوار وتتحول، بدلا ما تكون جزء من المتحف تريد تحولنا إحنا بالكامل إلى متحف، ويأتي الآخرون لزيارتنا وإعادة يعني باعتبارنا مجتمعات ما زالت تعيش في العصور البدائية. الحاجة الآن لمجتمعات وليس لجماعات، لمجتمعات تتألف من جماعات متنافسة، ولكن ضمن شروط محددة وشروط وقواعد محددة للعب. في كل مجتمع هناك شروط خاصة، مثل الدول الغربية الآن أكو قواعد محددة للعب، يعني يسمونها قانون، يسمونها دستور، يسمونها قيم، يسمونها أي شيء، بس هي أكو قواعد محددة للعب، وكل واحد يأخذ حقوقه، والذي يخالف هذه القواعد تتم معاقبته، وهي قواعد نابعة من حاجات الناس وظروفهم، وليس قادمة من السماء أو من شخص فكر مع نفسه وقال بأنه العالم يجب أن يكون بالطريقة اللي أنا اختارها، وليس كما ينبغي أن يكون أو كما تتطلب الأشياء والواقع. باختصار، ما عادت تكون هناك حاجة كما كان سابقا لأن نتحول إلى جماعات متنافسة متحاربة، كل منها يلغي الآخر ويحاول تدميره وسحقه وتكفيره أيضا، كما يجري مع المسلمين. الإسلام الآن المعاصر أو حتى الموروث هو إسلام له علاقة هو عبارة عن قبيلة كبيرة لا أكثر ولا أقل، قبيلة حال اليهود. الفرق بين الإسلام واليهود أنه اليهود وضعوا شريعتهم، والإسلام وضعوا شريعتهم. الفرق بيناتهم أن الإسلام يتقبل الجميع، مو شرط أنه يكون من أم يهودية، لا، أي واحد يجي مهمة يقول الشهادتين ويصير مسلم وينتهي الموضوع. فبالتالي الدين صار دين تبشيري وليس كاليهود، هذا الفرق الوحيد، بل لكنه بالحقيقة أنه يعبد ويؤمن بأنه يعني أشبه بالقبيلة الكبيرة، وهذا وصف لا إساءة فيه، وهذا هو اللي يخلي كل واحد من عندنا في عالم الإسلامي دائما يسألك أنت من أين؟ من أنت؟ أنت شنو دينك؟ أنت هل أنت تؤمن؟ يحاول يعرف أنت شنو ديانتك وشنو عبادتك وشنو قناعتك وشنو إيمانك؟ هذه مسألة لاحظها دائما، وهو سؤال يعني مخجل ولا يصح طرحه على الجميع. يقول لك ما بماذا تؤمن؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت تؤمن بالله؟ هل أنت كذا؟ كأنما الأمر يعني هو، لماذا؟ لأنه هو يفكر بأنه هو جزء من القطيع، وعليه حماية القطيع، إذا شافك أنت خارج على القطيعة وغير محسوب عليهم فأنت تشكل علامة خطر عليهم، أما إذا كنت من جزء من جماعته فبالتالي أنت شخص مأمون الجانب، ويجب التعامل معك على أساس التعاون وليس على أساس الخلاف. أي أن مجتمعاتنا تحولت إلى قطعان متصارعة، كل واحد وجماعته، وكل واحد يقول هذا أنا صاحب الدين الصحيح، وكل شخص آخر هو ينتسب إلى الفرقة الضالة، فرقتي هي الوحيدة الناجية. لهؤلاء الذين يدعون أنه الدين كامل ومكمل ولا يحتاج حتى للإصلاح، أو حتى الذين يقولون أن هنالك حاجة للإصلاح، راح أناقشهم وأقول وأطرح خلاصة رأيي. أقول أن الدين لا يتجدد، ولو حصل هذا التجديد
لأدنى درجة فسيتحول إلى مذهب أو دين آخر. وتاريخيا كثيرا ما حصل هذا الأمر، يعني سواء مع الشيعة أو الإسماعيلية الشيعية أو الدروز أو أيضا البهائية البابية، هؤلاء كلهم مجرد أنه حاولوا يجددون رأسا تحول إلى دين آخر. وهذه الحقيقة معروفة، وذكرت مقولة القنصل البريطاني في مصر، وكان كلامه طبعا فعلا صحيح. جوهر الأمر أين؟ بالتالي أنه إحنا كشعوب ودول محسوبة على هذا الزمن وعلى هذا العصر، ما نحتاج لتجديد الدين على الإطلاق. هاي الحقيقة لازم نعترف بها، لأنه إحنا هاي قضية داخلية تتعلق بأهل الدين نفسه والدول اللي عايشين داخل صوامعهم وتكياتهم ومساجدهم. هاي ما تتعلق بالشعوب ولا بالدول. اللي نحتاج أن نعرفه الآن هو أن نعرف بأنه أن الدين نفسه يعرف حجمه المعاصر ويعرف يعني قيمته، وعليه أن بعد أن يعرف هذه القيمة أن يبتعد هو وأنصاره مع احترامنا عما لا شأن له به أو لهم به ولا سابقة معرفة. يعني شنو علاقة الدين الآن يعني بعلم السياسة؟ شنو علاقة الدين بالقوانين الدستورية؟ شنو علاقة بالقوانين الدولية؟ وماذا يقدم لهم؟ لا يستطيع أن يقدم أي شيء، لا يستطيع أن يقدم أي شيء للعالم، للمجتمعات المعاصرة. يعني أكو بون شاسع، فهو ماذا يفعل؟ يحاول أن يقفص العالم ويأتي به إلى مساحة الضيقة الصغيرة التي كانت اللي هي نتاج الماضي. يعني يتصور العالم بالطريقة اللي يريدها ويريد، يعني كلما شلون يقلك هاي المثل المشهور أنه يريد يدخل الجمل من سم الخياط. فبالضبط الآن الدين الذي الإسلامي خاصة يريد أن يدخل الجمل في سم الخياط، وهذا الشيء مستحيل. هو الآن الدين هو سم الخياط، ويريد هذا العالم بأكمله الضخم الذي هو بحجم جمل يريد الدخل في سم الخياط. فهذا الشيء لا يمكن ولا يجوز، وعملية طوابية وكارثية. وكما نرى يعني تشوفوا واقعنا الآن، يكفي أنه ما يحتاج أضرب أدلة. يعني والعقبة وين؟ العقبة الأساسية هو ندير الدين شرير بطبعه عندما يطلق صراحة على الناس، أو هذا الوحش يطلق وبدون محددات ويصبح مقدس في كل شيء. رجل الدين يصير مقدس، الفرائض تصير مقدسة، أي كلمة لها علاقة بالدين مقدسة، أي شخص في تاريخ الدين كله يصبح مقدس، الكاهن مقدس، الحائط المسجد مقدس، الكلمة في المدرسة الدينية مقدسة، يصبح كل شيء مقدس. ذلك راح يصبح يستشرس ويتحول إلى شرير، يعني الشيطان بمعنى الشيطان الأكبر يتحول كل شيء مع هذا الدين. وبعد ذلك يصبح هذا الدين ينجح في اختطاف الناس جميعا، وكما يختطف الصياد يصبح مهمة الدين ورجاله وأتباعه والحشود التي تصرخ خلفه وتكرر كلام نفسه، كما سنرى بالتعليقات. طبعا راح أشوف الكلمات كلهم أكو ريكورد تسجيل يعيد الكلام نفسه، الفرق بيناتهم بس من الذي يحفظ أكثر من غيره. وبالضبط هؤلاء الدين أصبح أشبه كيف يتعامل مع العالم المعاصر. رجال الدين يتعاملون كأن أشبه منه صيادين يخرجون إلى الحياة البرية ويصطادون في خيول برية، ومهمتهم الوحيدة أنه إدخالها إلى الأسطبل أو وضع أسطبل ويروضوها ويحسنون تدجينها وترويضها. أما الحصان أو الكذا الذي لا ينجحون بترويضه، فأما يقتلون أو يصفون أو يعتبرون من الكافرين. هذا الاختطاف المطلق هو اللي جعل الناس يدخلون في أقفاص الدين ويتحولون إلى مجرد كائنات مدجنة عليها أن تكاكي كما يكاكي الديك والدجاج، وأن يمعمع ويكرر الكلام السائد، ولا ويمنع منعا باتا أي فرادة وأي تفرد وأي استقلال بين رأي آخر. وهذا الأمر يعني روح تصفحوا وسائل التواصل، وعلى أي فيديو من هذا النوع
راح تشوفوا، او اي فيديو من قنيبي روح شوفوا، شوفوا التعليقات، 1000 2000 تعليق كلها متشابهه وتكرر كلامه، ويشعر القارئ بان هنالك قفص او حقل دواجن يكاكي فيه الجميع بالايقاع نفسه. هذا اللي يخلي انه يظهر الان عندنا بعد بسبب هذا التقفيص المستمر للناس وللشعوب وللجماعات داخل حظائر الدين، هذا راح بسبب راح يظهر المتدينين او المتعصبين، وتصير طبقات من المتدينين، هذا متدين درجه اولى، هذا متدين درجه ثانيه، هذا يعني شكاك، او وهكذا تطبع تراتبيات ومقاسات لكل واحد، هذا يحدد بعد ذلك درجة قبول هذا الشخص اجتماعيا أو رفضه. و يعني الأغلبية تصبح مسألة التدين ومعايير التدين هي الأساس الذي يجرى يعني يحكم به على الناس، وليس كفاءاتهم ولا قدراتهم ولا إبداعاتهم ولا قدرتهم على تقديم المنافع للناس، هذا أمر لا قيمة له. وتلاحظ أنه عندما أنا أتحدث الآن رأساً هذا من هذا؟ لا يفكر فيما أقول، إنما يفكر، هذا يتحدث خارج الإيقاع، إذن هذا مرفوض. وهكذا تعلموا ولا يستطيعون استيعاب أي شيء. ما دمت أنني لا أعبر عن خطاب المؤسسة الدينية المفروض على الجميع فأنت مرفوض ويجب تهميشك، وهذا الأمر الذي يطبقه الجميع بدون شعور. الآن صارت أشبه بالسرقة عندهم، هو يعتقد بأنه هو هاي وظيفته محصورة بالتماهي مع هذا الخطاب التسلطي، ويكتفي بأن يصف بأسماء ورموز خاصة، كل هاي الرموز مقدسة ومطلقة، مثل يعني الله، كلمات أكو أشياء كثيرة من الله، البعث، المسيح، النازية، الاشتراكية، الناصرية، آل البيت، السلفية، الشيوعية، وحتى العلمانية، هاي كلها كلمات مطلقة لا تعرف ما هي معناها، وهي أيضا نوع من أنواع الخطاب الديني، كلها خطابات دينية مختلفة، لكل منها لها دينها الخاص. البعثي عند دينه الخاص، حتى خاف الصورة مو واضحة بالنسبة لكم، أنا اللي أقصده بالضبط أن الدور ووظيفة المجتمع والجميع بأكملهم يصبح محصور بالتماهي مع هذا الخطاب التسلطي. وهذا التسلط، هل هو دين الداعشي، هل هو الدين ولاية الفقيه الشيعية، هل هو دين البعثيين، هل هو دين النازيين، الاشتراكيين، الشيوعيين، مو مشكلة، المهم الكل يغني على ليلاه بالطريقة نفسها. وأيضا طبعا هذا لا، حتى العلمانيين من ضمن، حتى الملحدين، الكل ممكن أن ينضوي تحت لواء هذا الدين الذي يغرد على إيقاع الجميع، ويجب أن لا يخرجوا عنه بأي شكل، يعني لا ينشزون بأي شكل من أشكال. هنا راح ينتشر بداخل المجتمع، وهو حاصل فعلا الآن، ما نسميه التدين، وهو التدين هو ممارسة الدين في الواقع اليومي. هذا الفرق بين الدين والتدين، أي أنه تمظهر الديني في الزمني، وهذا هو الجانب العملي لأي دين. هذا التدين لا يعني الإيمان بالله ولا بكل المصطلحات الشائعة، إنه الإيمان بضعف الإنسان وحقارته ووضاعة شأنه، أي إنسان يحقر من شأنه ويقزم من روحه وطاقاته وثقته بنفسه. وهذا الإيمان هو اللي يخلي، يعني يجعل من واجب كل متدين بالتالي الإقرار بهذا الضعف. هو هذا واجبك بالحياة بأكملها، أن تقر بأنك ضعيف وعبد ذليل لأرباب نعمتك ودينك. وأيضا عليك أن تؤمن بأن معالجة هذا الضعف والهوان أين يكمن؟ يكمن في عبادة رجل الدين أو صنم رجل الدين أو رجال الدين. وطبعا يقال بأنه كما يقال أنه علينا أن نطبق تعاليم الدين وتعاليم إله هذا الدين، وهذا شيء أساسي، لكن احنا اللي ما نفطر أنه احنا في الحقيقة نعبد رجال الدين ولا نعبد رب هذا الدين. لماذا؟ لأن الرب هذا الدين وتعاليم هذا الدين هي من إنتاج وصناعة وأخراج وتوزيع الكاهن الأكبر، يعني حصريا، وكل ما على الجميع سوى تقديس هذا
هذه الصورة التي ينتجها الكاهن الأكبر وبلا نقاش. الله هنا يصبح ليس الله المطلق، إنما إله الجماعة، وهذا هو اللي يمثل الصورة الكلية الرمزية لهذا الدين، يعني واحدة من أشكال الدين الإسلامي مثلا أو أي دين كان. كل منطقة، كل جماعة، كل بلد أحيانا إلى هذا الإله الجماعة الخاص به، و يعني لهذا الدين أو هذا التدين الخاص بتلك المنطقة. وهو بالحقيقة هذا إله الجماعة هو بالحقيقة هو الكبير الكهنة نفسه. يعني مثلا أنا افترض قرضاوي هو كبير الكهنة مال مجموعة محددة، اللي كان الدواعش كانتهم البغدادي، هو كبير الكهنة، هو ربهم اللي هو الواسطة التي، يعني مثل ما كان الأصنام في الكعبة هي الواسطة بينهم وبين الله، أصبح هذا الكائن الحي الموجود هو الواسطة بينهم وبين الله، بل أنهم يجهلون ما هو الله إلا من خلاله، هو اللي ينقل لهم الصورة التي يختارها بنفسه. الآن ماذا حصل فعلا؟ الذي حصل فعلا أن الكهنة وكبار الكهنة وأتباعهم هؤلاء ناصبوا العداء لكل ما يمت للعلم والحداثة بصلة، واستثمروا يعني على هذا الأساس هيمنتهم على الشارع، والأصح مو هيمنتهم، احتكارهم لهذا الشارع ومنعهم أي شيء، منع هذا الناس من التماس مع أي فرصة، مع أي متنفس يخرجهم من سطوتهم. هذا أدى لاختطافهم لكل القوى المحركة والفاعلة في مجتمعاتنا وشارعنا الإسلامي، وبالتالي هم أجادوا تلقين هؤلاء الأتباع على أبجدية هذا العداء. وقلت لكم خلينا نشوف التعليقات، تقدرون تلمسون هذا الشيء أو طلعوا بالشارع بأي مكان، بأغلبية مسلمة، شوفون الكل يتحدثون بلغة واحدة مشتركة، الشكل العام واحد، لكن أكو طبعا الفساد المخبوء موجود. أيضا راح أشير أنه على هذا الأساس طلع الحديث عن إصلاح الدين، لأنه مسألة الواقع أنه المتغير والعالم المعاصر والإنترنت والناس تشوف العالم الآخر كيف يعيش، ليش إحنا مختلفين عنهم؟ فبدأ الحديث عن وجود ضرورة إصلاح الدين، وهاي حيلة جديدة راح أتحدث عنها بعد قليل، وحيلة بدأت تتشكل من أجل إصلاح الدين، مؤتمرات وتعقدها الدول والمؤسسات، وأحيانا يجون رؤساء الدول لافتتاح هذه المؤتمرات التي تزعم تجديد وإصلاح الدين، وسنرى ما هي حقيقة الأمر. كما قلت عقدت عشرات المؤتمرات، وماذا السؤال ماذا كانت نتيجة كل هذه المؤتمرات؟ بصراحة يعني نعرف جميعا لا شيء، مجرد تسويف ومماطلة وكسب وقت، وفي الوقت نفسه تستمر يعني على الصعيد الحقيقي على الأرض الواقع فرق رجال الدين الميدانية تستمر بتسميم العقول وغسلها وتشويه النفوس بلا انقطاع، أيضا تشويه علاقة الإنسان العربي والمسلم بالعلم ومناهج العلم، وهذه أنا أعتبرها أو أي إنسان صاحب عقل سليم لابد أن يعتبرها من أكبر جرائم العصر، وأنا أشبهها بجريمة إبادة جماعية للعقل ولروح الإنسان وعظمته وقيمته اللي استمر وصمد مئات الآلاف من السنين حتى يوصل هاي اللحظة يجي يصطادوا رجال الدين، مجموعة من رجال الدين أغلبهم متخلفين وجهلة، ويضعونه في أقفاص دينية لا يسمح له بالخروج منها. هؤلاء الذين حاربوا الناس في الشارع وفي داخل مؤسسات الدولة وداخل المدرسة وداخل الجامعة وداخل وفي أي مكان، وعلى منصات التواصل، مواقع التواصل والقنوات الإعلامية موجودين وحازين مكانهم الكامل ويرشون الجميع. هذه وصمة عار ستلاحقهم إلى أبد الآبدين، ولا يعني أنا أرجو أنه كل واحد هو من أبناء هؤلاء عليه أن يتوقع أنه في المستقبل سيكون
هو وتراثه وعائلته، أو يعني سليل عائلة أو سليل شخص مارس كل ما هو سيء بحق الشعوب. الآن راح هذول هؤلاء ماذا، كيف يتصرفون؟ ما هي استراتيجيتهم للعمل؟ أنا بديت تصور خاص بي وأعتقد أنه صحيح إلى درجة كبيرة. هؤلاء لديهم 3 جيوش دينية، هما كيف يسيطرون على الناس؟ هذول راحوا يعني حتى يسيطرون على الواقع راحوا يواصلون حربهم باتجاهات مختلفة ولها علاقة بموضوع إصلاح الدين. هؤلاء وظفوا لهذا الغرض عدة فرق وجيوش ميدانية، جيش أمني وجيش ثقافي وجيش معرفي. الفرق الأمنية لها علاقة بتجنيد كلاب الحراسة لأديانهم الفاسدة التي يعني التي يقودها رجل دين كبير، وهذا هؤلاء عندهم طاعياتهم الخاصة وعندهم ممالكهم الخاصة وأموالهم الخاصة، حتى بنوك خاصة، عندهم ممالك حقيقية على الأرض وشبكة علاقات ضخمة جدا ومؤسسات شيء متطور لا تصورونه بسيط. هؤلاء أحدث العلوم وأحدث التقنيات يمتلكوها ويستحوذون عليها لأنفسهم، لكنهم مع الناس الرعية أو الأتباع هؤلاء الجهلة المساكين بحثهم بحث آخر. أنا بنفسي مرة دخلت في بيوتهم، بيوت دول يعني مو الشيوخ الكبار جدا رجال الدين، لا تصدق يعني أنا شايف أقصى يعني أجمل البيوت والقصور في فرنسا، فرساي وغيرها، بيوتهم أجمل منها بكثير، ولا تتخيل ما ستراه داخل هذه البيوت، قصور داخل قصور داخل قصور. على كل حال، هذه الفرق الأمنية مسؤوليتها شنو؟ أنه تابع الآخرين وتنشر جيوش إلكترونية سواء على الفضاء الافتراضي الانترنت او على الارض. هذه كلها وظيفتها تراقب وتنقل جميع الاخبار لكبار الكهنه. اما الفرق الثقافيه فهاي ماذا تفعل؟ تقيم نشاطات تدعي التثقيف الجماهيري، وهي في الحقيقه عمليات غسل دماغيه متخصصه يقودها خبراء وليس ناس خبراء ويعني خريجي أحدث الجامعات في العالم لإتقان هذه الأمور. وهؤلاء يستخدمون كل أشكال الثقافة ولديهم رواتب ضخمة جدا. هؤلاء كلهم يوظفون جهودهم وعملهم لصالح ترويج الخطاب الديني، ويسوون مهرجانات شعرية أدبية حتى مسرحيات دينية، يسوون أغاني والأناشيد دينية، موسيقى دينية، مسابقات ثقافية تحت عنوان ثقافية حول موضوع ديني، وهكذا يعني أشكال كثيرة أترك لكم فرصة تحديدها. أما الجيش الثالث فهو الجيش الذي يتخصص بالطبقة نوعا ما مثقفة واعية داخل المجتمع. هؤلاء يخاطبون الجانب المعرفي والفلسفي الذي ما تبقى من العقل داخل المجتمع، وهذا لا يستطيع أن يسيطر عليه رجال الدين والكهنة لأنه يبقى موجود، يعني إنسان يبقى قوي لا يمكن السيطرة عليه تماما، ولا يمكن يعني لا يمكن سحق هاي الطاقة الموجودة داخل الإنسان. فهؤلاء ما هي وظيفتهم؟ من عندهم هذا السروش واحد من عندهم، وهو كبيرهم الذي علمهم السحر، سحر المعرفة والهرمنوطيقة وهاي القصص الكبيرة الضخمة، ومسويهم مؤسسات ضخمة، وخاصة أيضا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، هذول نفس القضية. وهكذا هاي كلها جزء من عمليات التوجيه المعنوي والسياسي، كلها تصب في هدف واحد، هو يعني تشكيل خطة مو للتنمية، خطة متواصلة للتخلف واستمرارية هذا التخلف. هذول ما هي مهمتهم؟ هذول يسوون مجاميع من مدعي الفكر والمعرفة، وهذول يشكلون الانتليجنسيا الدينية الداعمة للخطاب الديني، وهؤلاء يدعون التنوير والحداثة والتجديد بالطبع. هذول يسوون يعني الدكتاتوريات الدينية المطلقة
وهي هاي نفسها طبعا اللي يخشاها حتى رجال السياسة، لأنه دكتاتوريات ضخمة ومتغلغلة داخل المجتمع ومهيمنة على المجتمع بالكامل. رجال السياسة لا يستطيعون، يعني هؤلاء يقفون واسطة بينهم وبين المجتمع، لأن المجتمع داخل يعني في تحت جبتهم وتحت عباءتهم. فرجل السياسة حتى إذا يريد يخاطب المجتمع يتصل بهم. فبالتالي هؤلاء هم يعني رصيد المجتمع بأكمل، عبارة عن رصيد من أرصدتهم المضمونة، ولا بد لا يجوز لأي أحد أن يتصل بالمجتمع إلا من خلالهم. وهذا أكو احتكار، شوف يعني أكو شيء يعني اللي تمر بمجتمعاتنا جريمة، بمعنى كل ما في الجرائم، بكل ما بالكلمة من معنى. هاي الدكتاتوريات الدينية كما قلت هي اللي يخشاها رجال السياسة، بل أنه حتى الدول الغربية تخشاها ولا وتتردد في التحرش بها، لان هؤلاء بس واحد يطلع لك قصه مثل هذول، اكو صحيفه طلعت صوره كاريكاتوريه للرسول يحططونها، يسوون مظاهرات ضد الدوله، تنقلب الدنيا عندهم، ولان يعرفون، فيصير عمليه مساومه وابتزاز بهذا المجال. وهكذا شغل على مستوى عالي جدا. و يعني اذا تخيلوا اذا هم يعني دول كبرى يخوفوها، وسلاطين وطغاة من أعتى الجبابرة يخوفوهم، فكيف بإنسان مسكين واحد من أفراد الشعب؟ فهاي تشوفهم دول يكتبون تعليقات، لا إله إلا الله، محمد رسول، أشهد أنا، اللهم أحسن إيماني، خطية مساكين يريد يقول أنا ترى موجود، لا أنا مو شخص مخيف، وأنا مؤمن فعلا وصادق في إيماني. وكثير منهم طبعا حقيقيين في هذا المثل، هو هدفه الداخلي العميق انه يريد يقول اني انسان ماشي على الخطه، على الصراط اللي انتم وضعتوا لي وماشي عليه. وهكذا يعني تمشي امورهم. وعليه، ما هو الوصف الافضل والاصح لهؤلاء الدعاه الى ما يسمى تجديد الخطاب الديني؟ سنعرف هذا بعد الفاصل. الجواب ان افضل وصف لهؤلاء الدعاة الى تجديد الخطاب الديني، واتعفف عن ذكر اسماء، ذكرت بس شخص في خارج يعني العالم العربي لكنه مؤثر ايضا، وتمت ترجمة كتابه، هو سورش، واكو اسماء كثيرة لما اكو داعي اذكر اسماء، لان من العيب ان اذكر اسماء، عليكم ان تعرفوها بانفسكم. كل من يتحدث عن تجديد الخطاب الديني واصلاح الخطاب الديني والتفكير بهذا، ما هو واحد من اتهم. الجواب، هؤلاء أفضل وصف لهم أنهم هم الخطوط الدفاعية الرفيعة المستوى لرجال الدين وكبار المفسدين. هؤلاء يقومون بأدوار متعددة في آن واحد، منها أول التشويش على الأفكار الحقيقية وعلى أناس التنويريين الحقيقيين. ثانيا الدفاع عن الدين ورجال الدين. طبعا ماكو شيء اسمه دين، اكو شيء اسمه رجال الدين، هاي كذبة لا تصدقون بها، الدين الصحيح هو أكاذيب، هو رجل دين فقط، ورجال دين وكبار رجال دين، ماكو شيء اسمه دين، هاي مفهوم وكلمة لا يمكن أن توجد على الإطلاق، لا الآن ولا سابقا ولا لاحقا ولا في أي زمن. ثالثا امتصاص الغضب الشعبي ضد الدين ورجال الدين وتبرير الأخطاء الدينية. هؤلاء كلها يغطون عليها، يشعرك بأنه هناك نقاش ضخم وقضية خطيرة. رابعا التأكيد المستمر ونشر هذه الثقافة بأن الخلل ليس في الدين، يعني هو طبعا الدين كلمة كما قلنا مفهوم غامض ما تعرف شنو، وحتى النص الأصلي اللي يعتمدون عليه أيضا بغموض، فهم كله يعني صناعتهم وشغلهم الخاص صناعة يعني حتى التكنولوجية والله ما أعرف شو أقول. هذا التأكيد المستمر على أن الخلل ليس في الدين انتشر، ينشرونه دائما في كل مكان، في الجوامع، في كل مكان، فبحيث صار أشبه بالجملة، القالب ذهني جاهز داخل أي رأس، رؤوس جميع المساكين الناس، ودائما تلقى مثلا تشوف التعليقات، شوف هذا مشكلة تجار الدين ويجب التخلص، بس ما يقول لك من هم تجار الدين، ما تعرف، هو بس أكو تجار دين وهذا لا يمثل الدين. هاي العبارات الجاهزة تتكرر وأحيانا تتجدد بين فترة وأخرى، مثلا يطلعوا لك اشكال متعدده من هذه العبارات الجاهزه، المفاهيم الجاهزه، القوالب، يعني قوالب تربط او شلون مثلا اكو مشكله، فحتى
حتى لا تناقش أصل الموضوع، يضع لك جملة مثلا هذه لا هذا لا يمثل الدين، هذه تجار الدين، هذه مثلا لا هاي شوف بسبب الاستعمار الغربي. فأكو نظريات مؤامرة وعبارات جاهزة مثلا يقول لك لا إنه الغرب هو يتحمل المسؤول، هو أكو حرب ضد الدين، ويقول لك مثلا المشكلة لا عندك في القراءة، أنت عندك مشكلة في القراءة والتأويل، وأنت لا تدرك ما هو الخطاب العميق داخل. أنا كنت من الناس يعني في وقت مبكر من حياتي كنت أشوف سورش وذول الأسماء وأتصور القضية عميقة، وأنه أحاول بجد وبصدق على دفتين أقول أشياء أنا ما جاي أعرفها، أدي أعرف شنو هاي، يعني أكو أشياء أنا بعد ما أوصل مستواها. بعد ذلك يعني فترة بعد فترة اكتشفت انه هاي كلها كذب في كذب، هو يسوي لك قصة ضخمة ويشعرك بأنه هنالك شيء عظيم أنت ما جاي تدركه ما جاي تفهمه. هو لا الحقيقة هو الدين هو شنو؟ كله فكرة بسيطة يسوي لك قصة ضخمة ويعقد الموضوع عليك ويدخلك في الخطاب الديني والشريعة وأصول الفقه وقضايا كثيرة كلها هي عبارة عن مبادئ بسيطة لا أكثر ولا أقل. وتحدث لك انت لا تعرف ما هو الحديث الصحيح من غير الصحيح، طبعا هاي قضايا تفصل. يعني انت روح على النجار الان قل له احكي لي عن هذا الكرسي كيف صنعته، روح ممكن يتحدث معك اسبوع كامل، بس هو بالنتيجه انت هذا المحصله والنتاج مالتك شنو؟ هو هذا الاساس، انه انا ما لي بالتفاصيل، انت ماذا قدمت للدنيا لحياه الشعوب للناس للمجتمع؟ هل قدمت ما هو مفيد؟ انا ما لي علاقه بخبراتك والتفاصيل لعملك. على كل حال، خامسا هؤلاء ماذا يفعلون؟ ينشرون عبر منافذ معروفة طبعا مثل الجامعات، مواقع فضائيات، جوامع، مساجد، مراكز إرشاد ديني وهكذا، وزارات دينية، أوقاف، ينشرون هاي المفاهيم المفتوحة التي لا تؤدي إلى شيء ولا يمكن أن تؤدي إلى شيء، ومفاهيم ومشاريع وأهداف طوباوية مستحيلة التحقيق، مفاهيم غامضة مثل لا يمكن مثل كما قلت يحاربون الإسلام، الغرب يحارب الإسلام، هؤلاء أعداء الدين، ولا تعرف هل هم أعداء الدين فعلا؟ من هم أعداء الدين؟ لماذا هم أعداء للدين؟ ومن يقول هم أعداء الدين؟ ما تعرف، وما هو الدين؟ لا تعرف، الدين الصحيح أيضا ما تعرف، مفهوم الدين الصحيح، مفهوم أنه الدين صالح لكل زمان ومكان. واي ما تعرف، واذا صالح لكل زمان ومكان ليش انت رايح جايب لي نص عمره 1400 سنه؟ خب الان انت تطلع الدين، ما دام هذا الدين مالتك صالح لكل زمان ومكان الغي الاحاديث كلها، الغي كل شيء، بقي بس النص هذا واشتغل عليه، وما دام صالح لكل زمان ومكان خلاص يلا طبقه. يعني ما اكاذيب اكاذيب واشياء لا يمكن الوصول الى نتيجه نهائيه من عندها. تجار الدين مثلا، ما هم من هم تجار الدين؟ هل انه طلعت قائمه يوم من الايام صار لهم 1000 سنه يحشون تجار الدين؟ هل شفت يوم من الايام طلعوا قائمه باسماء تجار الدين؟ هسه مثلا الاطباء يطلعون قائمه باسماء الاطباء المزيفين، يطلعون قائمه مثلا مهندسين اسماء وهكذا. فهل سمعتوا هذا؟ فاذا هاي عبارات لا يمكن ان تنتهي وتظل تلوك بها الالسن. الناس الخائفين، الجبناء، الضعاف، يعني يعني قليلي الحيلة، فيقول لك يصدق بهاي العبارات لأنه توفر له نوع من الرضا النفسي، أنه ما دام كنت تجار الدين ترى ما يعني أنا شو أسوي يعني، فيعطيه تبرير جاهز يخلي يتجاوز كل هاي المشاكل. مثلا الإسلام كرم المرأة، يعني الإسلام دين التسامح، الإسلام هو دين الحرية والمحبة، هو هذا، فأنت ما يعرف هو شنو الإسلام، خطيئة مسكين، وشنو علاقة التسامح بالإسلام؟ تسامح مبدأ الابتكار وهكذا. سادسا هؤلاء ما هي مهماتهم الأساسية؟ هذول جماعة أصابة الإصلاح والتجديد، هذول يرفعون أيضا شعارات مستحيلة مثل يجب العودة إلى الإسلام الصحيح، مثلا علينا تطبيق الشريعة، يجب أن نحرص على وحدة الأمة وحدة المسلمين، يجب علينا جميعا أن نقف من أجل تحرير القدس، يجب أن نقضي على الكفار، على المندسين، على المدلسين، يجب أن نعتمد على التفسير الصحيح،
يجب أن نصل إلى الخلاص من وهكذا كلام، يجب أن ننتظر المهدي، كلام عام غامض لا تعرف ما تعرف شنو. وهذا الكلام طبعا موجود من معظم الخطاب الديني. على كل حال، هاي العبارات المستحيلة هي لعبتهم المفضلة، وعندما يتحقق بالصدفة يتحقق خطاب مستحيل يبتكرون خطاب مستحيل أكبر منه مليون مرة. سابعا، مهمتهم هؤلاء شنو؟ احتواء المناهج العلمية والعلم بأكمله، وأي شيء له علاقة بالموضوعية، احتوائه وتغليفه بطريقة لاهوتية، ويخبط الفلسفة، يخلط الفلسفة بالعلم، وتشعر بأنه الكلام هذا عميق وله علاقة بالأكاديمية والأبحاث، ويسمون أنفسهم دكتور فلان، الدكتور، البروفيسور، الأستاذ كذا. هو شنو؟ أنت رجل دين، أنت واحد لاهوتي، شنو علاقتك بالأكاديمية؟ هاي الأكاديمية لها علاقة بالعلم والمجتمعات الغربية الحديثة والجامعات الأكاديمية الدقيقة، أنت ليش تروح تركض تاخذ شهادة دكتوراه؟ حتى شنو؟ حتى يخلط الأوراق، ويقول لك أنا شيخ وإمام جامع وقائد مؤسسة دينية وأيضا أنا دكتور. لاحظ، هو الهدف شنو؟ الهدف يخلط لك الورقة، يعني يقول لك أنا لي علاقة بالعصر وكذا، لكن أنا أيضا شيخ. هذه العملية، اللعبة الكبيرة اللي تمر على كثيرين. على كل حال، أيضا هناك من يدعي التنوير، يعني هاي نفس الطريقة بالخلط، يقول لك أنا التنوير لا يخرج من الدين، يعني مستحيل يطلع لك واحد مثل إسلام بحيرة يتحدث لك عن التنوير ويقولون هذا تنويري. اخي شنو علاقته بالتنوير؟ هذا شخص يتحدث من داخل الدين، يقول البخاري بي غلط وبي اخطاء وما شنو، مو اكثر. ما عليه بي هو بحقيقته شنو؟ انا ما له علاقه بيه، عليه بالظاهر. يتحدث يقول لك هذا تنويري. ما علاقتك بالتنوير انت؟ لا علاقه لك لا من قريب ولا بعيد بالتنوير، انت مجرد حلقه وراح اتحدث عنها. والان، ما هي ثامن مهمات اللي يعني يتولى عمليه تصفيتها هؤلاء المصلحين أو المجددين اللاهوتيين الدينيين؟ هؤلاء يهاجمون الذين يقرؤون التراث الديني، كما قلت مثل بحيرة اسمه إسلام بحيرة على سبيل المثال، والمستشار، وأيضا شخص أيضا يعني يعجبني في كثير من طروحاته اسمه الشخص المغربي رشيد. فأقصد هؤلاء يعني يقدمون دراسات حقيقية، لكن هم يبقون داخل دوامة دينية. فماذا يعملون؟ هؤلاء يصبحون جزء من عتلة ما يسمى بالإصلاح والتجديد، لكنهم لا يشعرون بأنه هم يتم استخدامهم لتكريس الخطاب الديني، وتكريس أن الدين الخلاص هو يكمن في الدين فقط. فهؤلاء يدخلون في هذه اللعبة سواء بعلمهم أو بدون علم من عندهم، لأنهم لا يستطيعون الخروج عن هذا الإطار، لكي لا يعني لأسباب اقتصادية، أسباب سياسية، اجتماعية كثيرة، لأنه لا يستطيع. هو هذا أقصى شيء يقدر يقدمه، ما يقدر يطلع، ما يقدر يقول يابا، يفكر بطريقة حرة، وهذا من حقه. لكن هو أيضا يتم استثماره، صحيح هو يهاجم الدين من الداخل والنص الدين وتراث الدين، لكنه بالحقيقة أيضا يفيد الدين، وهو يشعر بأنه ينفع الدين، وهذا يكرس الخطاب الديني ويخلي الآخرين يشعروا بأنه الدين هو الصحيح، أنه هناك الدين الصحيح ما زلنا نبحث عنه وندور عليه، وهذا يديم عمل وسلطة ونفوذ رجال الدين. أيضا، وعليه حتى أخلص الموضوع، أنه أقول لا حاجة للتجديد ولا للإصلاح. التجديد لشيء قديم لا حاجة له، القديم قديم ولا يتجدد. ووهم التجديد هذا القديم هو واحدة من الاثنين، إما مجاملة للقوى الدينية المهيمنة، أو إنكار صريح لكل ما حققته البشرية خلال القرون الأخيرة من كشوفات وانتصارات علمية ومعرفية، يعني لا أعتقد تخفى على عين كل ذي عقل ودراية. قد يقال مثلا أنه ما من طريقة أخرى للخروج من دائرة العنف والتخلف والإقصاء اللي يمارسها رجال الدين أو الدين نفسه، إلا بتجديد الفكر الديني وتصويب مساره. وهذا ممكن، ليش لا، حتى يتماشى مع العصر، وممكن يكون الدين إلى حضوره ومكانه الخاص به اللي يليق به. لكن
هذا الأمر غير ممكن، لأنه الدين كما قلت هو وحش لا يمكن السيطرة عليه، لا يمكن تركه بطريق دون وضع شروط للعب، لا يمكن الدين، وإلا فيحتل كل شيء ويخترق كل شيء، وهذا اللي صار خلال 40 سنة اللي مضت، اخترق كل شيء، والآن هو بعد يعني يوم بعد آخر يقضم من جرف الحضارة والتقدم داخل مجتمعاتنا، ومجتمعاتنا تتراجع يوم بعد آخر. كلام واضح، هذا اللي أوصله حتى أختصر الموضوع، أن فكرة التجديد معناه أن هناك شيء قديم، وهذا القديم يحتاج للتجديد. هذا لوحده أمر متناقض، لماذا؟ لأن لا يوجد قديم ولا جديد في النص المطلق، هو نص مطلق، فكيف تجدده؟ أنت تقول هو مطلق، فأنت ماذا تحدثنا عن قديم وجديد؟ أنت تضحك علي. هذا لهذا الكرة في ملعبكم أنتم الذين تحدثون عن النص المطلق الذي يصلح لكل زمان ومكان، لا تحدثني عن جديد وقديم، هذه كذبة. هاي أقوى أو أكبر دليل على أن هؤلاء كذابون وناس يشتغلون ضمن الجيوش الإلكترونية لرجال الدين والقوى المهيمنة والقوى السياسية. هذا القضية باختصار، يعني واضحة، ما تحتاج لا مناورات ولا مجاورات، وعلينا جميعا أن نقول الحقيقة، وكل ما قلنا الحقيقة كل ما صرحنا بالحقيقة أكثر كل ما قللنا شراسة هذا الوحش، وبالعكس احنا نساعده هذا الوحش حتى يسيطر على نفسه ويحاول ان يعرف حجمه ويعرف امكاناته، بدلا من ان يورط الجميع وهو يتورط والاخرين يتورطون وياه. بالتالي ان جوهر مشاكلنا لا يتعلق ولا يتوقف على اصلاح الدين، بل اصلاح الانسان وصناعه الفرد المواطن الذي يكون جزء من دوله، وهو الدوله جزء منه وهو جزء من الدوله، وإلى صوته وإلى أهميته وإلى استقلاليته وإلى وضعه. الحديث المتواصل عن إصلاح الدين هدف التأكيد على أن الدين هو عصب الحياة، وهو الحاكم الآمر الناهي في كل تفاصيلها، أي أنه هو الله المتجسد على الأرض، هو اللي يحكم عن طريق رجال الدين الجميع سكانا وحكاما، وهذا يجب أن هذا الأمر يجب كشفه وفضحه وإبراز زيفة وبهتانة. الدين ليس هو عصب الحياة، الحياة عصب نفسها، ولا يحق بالتالي لأي فكرة أن تهيمن على هذه الحياة. الحياة ممارسة حرة، لا يجوز وضعها في قفص الدين أو أي قفص، بل يجب محاربة كل من يفعل ذلك. حياة الإنسان وكل فرد هي فعل حر، فلا إنسان بدون حرية، الإنسانية أصلا هي الحرية في القول والفعل والعمل. إنسان بلا حرية هو إنسان ناقص، انتهكت كرامته وجرحت مشاعره ودمرت طاقاته. إنسان بلا حرية هو إنسان بلا إنسانية. أرسطو قال مرة إن الإنسان حيوان ناطق. سبينوزا قال إن الحرية هي غاية وجود الدولة، إن الحرية هي غاية وجود الدولة، لكن يظهر الدين ويقول كلا، الدين هو غاية وجود الإنسان، والدين دولة تحكم باسم الله وليس الإنسان. الإنسان دينيا ليس مخلوقا ناطقا، إنما مخلوقا مرددا، ويجب أن نحسن بالتالي تأهيله وتدجينه لكي يسير باستقامة على صراط الدين القويم، ويجب عليه مراقبته باستمرار لكي لا ينحرف. والسبب والحجة أن كل إنسان يولد ومعه شيطانه، أنه آلة تعيد وتكرر إلى ما لا نهاية، infinity for infinity ما يقوله الدين، وهذه جريمة أيا كانت عظمة الدين التي أو الذي يثقف عليها. دين بلا إنسان ليس دينا، إنه حقل دواجن، مصنع لتفريغ الإرهابيين والمدجنين والروبوتات، ولا يستحق إلا الكفاح ضده وكشف ألاعيبه والثورة عليه يوم بعد آخر. عربيا بعد ربيع الأسود أو بعد ربيع العربي الأسود في 2011 الأمر اتضح تماما أمام الجميع، وهو أننا لا نعاني
من سرطان أو ديكتاتورية السلاطين، بل من ديكتاتورية رجال الدين. الكل يخاف منهم أكثر مما يخافون من السلاطين. الكل يخاف من هؤلاء الكهنة ويحسب حسابهم. الكل يتملقهم ويغرد معهم ويكرر أقوالهم كما تفعل الببغاوات. لقد ابتلعوا المجتمع بأكمله، ولا يكاد أحد يستطيع التنفس ولا إبداء أي رأي. علموا الجميع على رفض أي طرح مختلف، أي فكرة مختلفة، بترها وقطعها وتشويهها. أي فكرة أو رأي خارج الإيقاع الديني ينتفض الجميع ضدها فورا. لا أحد يناقض ما يجري، الكل يتحاشى ذلك. النتيجة هاي النتيجة هنا. حتى أصبح عدم يعني السير على هذا الصراط الذي وضعه الدين للجميع أصبحت عادة متأصلة. يعني أنت الآن عندما تحدث كثيرين هذا ماذا يتحدث؟ هذا شيء لأن تعود لا يستطيع استيعاب هذا الكلام. أصبح حتى التفكير الهامشي يعني أو هو التفكير الهامشي أصبح هو الممكن الوحيد، هو المعيار اللي يقاس وفق التفكير الجيد عن التفكير السيء. اللي ما يصدق يعني أنا كما قلت روح شوف التعليقات على أي قضية، أي قضية، أي قضية، لاحظوا أنه الجميع السابقون مو على طرح أفكار جديدة أو حلول أو كذا، لا، السابقون على إجادة فن التفكير الهامشي. وهذا امتهان ما بعد امتهان لكل ما في الإنسان من طاقات خلاقة. انتهاك صريح هذا لأبسط حقوق الإنسان، وهاي جريمة اعتبرها ضد الإنسانية، ويجب أن نطالب جميعاً بالتصدي لها. الثاني عندي آراء كثيرة متطرفة عفوني، لكن هذا الواقع يجب أن ننتفض من أجله، ويجب أن الأشخاص هؤلاء جميعا نجي ونحاسبهم واحد واحد. لا مقدس لأي شخص ولا أي فكرة ولا أي شيء، هذا المبدأ الأساسي. وبعد ذلك شو تبدون نسوي نسوي. إذن هي اللي جاي يصير وعملية إبادة بشرية بمعنى الكلمة. هاي الإبادة إحنا نتعرض لها يوميا ومنذ قرون، يعني نحو مليار من إنسان الآن يتعرض لها يوميا وفي كل شارع وفي كل زقاق. هؤلاء جميع يتعرضون لهذه الإبادة البشرية، ليس للجسد إنما للطاقات هذا الجسد. وأنا أعتبر هاي أكبر عملية تدجين وترويض للبشر عبر التاريخ. كل أدخلوه في أقفاص حقول الدواجن أو حقول التدجين البشرية، والكل عليه أن يتحول إلى داجن، يعني عليه أن يكرر ما يقال له كما هو بدون أي لبس وأي تغيير. والنتيجة أن كل واحد من هؤلاء الآن يعرف ما يقول أو ما لا يقول. أما من ينحرف عن قوله أو بالخطأ هو طبيعته ما يتحمل، يعني أما تجري تصفيته أو عزله، يعني بالضبط مثل ما يصير بالمراء الصناعية، أنه الكائن اللي يشد عن القطيع يطلعوه برا أو يعتبروه يعني مصدر فتنة أو يعني يطلق البدع وما إلى ذلك. أختم الحديث بعد هذا الفاصل عن مفهوم التجديد وأركانه، وماذا قال أحد أركان أو أحد المفكرين الذين يدعون إلى تجديد الخطاب الديني. فكونوا معي. يقول أحد المفكرين الداعين لتجديد الخطاب الديني أن طرق التجديد هو الوعي بأن متطلبات العيش في عصرنا وتحديات الواقع لا يمكن أن نستجيب لها بما نطق به المتكلمون والمفسرون القدماء، فكل عصر ينطق بفهمه الخاص للنصوص المقدسة. أما الفهم التراثي فيفتقر لتلبية احتياجات عقل وروح وقلب المسلم اليوم. بالتالي علينا أن نواكب متغيرات الحياة وإيقاعها ونستجيب لأشواق وروح الإنسان المعاصر. طبعا الكلام يبدو جميل وبسيط للعقل البسيط ومعقول ورائق ولطيف جدا وواعد أيضا. الحقيقة الكلام كله هذا مزيف، وصحيح أنه لا حاجة للتجديد على الإطلاق. القديم قديم كما قلت ولا يتجدد، وهو مجاملة للقوى الدينية المهيمنة. وأنا طبعا لا شك أنه التجديد هو سنة الحياة، لأن كما يقول هيراقليطس يقول إحنا ما نستطيع أن ننزل إلى النهر مرتين.
لكن المشكلة عربيا وإسلاميا كانت وما زالت هي حول مرجعية التجديد. يعني فالسؤال، هل يا ترى احنا نحتاج إلى تجديد القديم أو الخضوع للجديد أي الحداثة وما يسفر عنها من تحديث مستمر؟ هنا عصب المشكلة، وعلينا أن نفرق بين هذين الاتجاهين، اتجاه الدين أو إطار الدين أو واقع أو مجال الدين أو مجال الحياة. الأول إلى علاقة بالإيمان والعبادة، إلى علاقة بالمشاعر، العواطف، الروحانيات، الأشق، الحال، وهكذا التصوف. هذه ثوابت إنسانية، يعني ماكو حاجة لتجديدها، يعني ممكن يعني مراجعتها أو أشكال مختلفة تصير، لكن هي ما يحتاج تجديدها، تبقى موجودة إنسانية. المجال الثاني هو مجال الحياة العادية، وهذا يشمل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا اللي يتطلب المراجعة المستمرة والتغيير المستمر. انطلاقا من ماذا؟ مو انطلاقا من الدين القديم، لا، انطلاقا من واقع نفسه، رؤية الواقع نفسه كما هو بدون أي مسبقات غيبية أو مقدسة، مع إدانة أي تدخل من طرف آخر إلى علاقة بالرؤى الكونية أو الغيبية أو السلفية أو القديمة أو الأصولية. ما يحتاج، أنت تنطلق بالواقع لفهم الواقع ولمعالجة الواقع ولإدارة شؤون الواقع. هذه الحقيقة الأساسية، أي تحليل ملموس ومدروس لواقع ملموس. هاي المعيار الصحيح، هذا ما يحدث إلا بناء على آخر مستجدات العلم والمعرفة ووفق القوانين المستجدة لعصرنا الحالي. طبعا هنالك علاقة بين مجال الدين والحياة والنفس والحياة، لكن تبقى يعني المجال الخلط بيناتهم أمر غير مطلوب، ولا يبنى إلا على أكاذيب وخدع دينية لا يجوز بعد الآن تمريرها. لهذا كانت حكاية إعادة تفسير التراث وتجديد الدين وما إلى ذلك، وبحجة أنه نعيد تفسيرها عقلانيا وموضوعيا وكذا، هاي كلها أكاذيب هدفها التسويف والمماطلة، ولن توجد لنا أي حلول لمشاكلنا الحالية. هذا التفكير خبيث، وهدفه كما قلت شرحت أسبابه من خلال الجيوش الإلكترونية الدينية اللي سيطر على حياتنا. أختم وأقول هدف خطأ كبير الذي نرتكبه هو أننا نتصرف أو نناصر الجهة الخطأ دائما، بل لا نكتفي بهذا بل نعبدها ونقدسها. هاي جهات يجب عدم تقديسها ووضعها في حجمها الصحيح، ولا نتعامل معها كما نتعامل مع الله جل جلاله، ولا نتقرب لها كما نتقرب إلى الله جل جلاله، ولا نخشى نقدها كما نخشى نقد الله جل وجلاله. هاي القضية الأساسية، أي عدم الخضوع لدكتاتورية الكهنة، هو هذا عصب الرئيس الذي دمر حياتنا ودمر مستقبلنا. هذا ما يجري الفعل. رجال الدين لدينا إلى آلهة حقيقيين، ونخشى التعرض لهم مطلقا، أكرر مطلقا، وعلينا أن نكف عن هذا الأمر ونقول لرجل الدين أنت لست إلها، كبأكبر واحد بالتاريخ أو بالوقت الحاصر، أنتم مجرد أناس نفعيون ودمرتوا حياتنا. مع السلامة، والحلقة المقبلة راح ما أتحدث عن مقاصد الشريعة وكذبة مقاصد الشريعة إلا في حلقة قادمة، لأن الحلقة هاي طالت وايد. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء قريب، مع السلامة.